طريقة التخسيس بالسكوت. لما انا بتحرك بخبط في معدتي، معدتي تحس ان هي جعانة، تهيأ لها، تبعت اشارات للمخ، المخ يروح يقول للمعدة افرزي اتش سي ال. يبقى انا عشان انا اخس، بس ده ما ينفعش، الناس متجوزين وناس بيطلعوا يشتغلوا كده، هسكت تحت الغطا وما اتحركش كتير، ما اتحركش. الغطا حتى في الصيف كوفيرتا بيديني احساس بالدفء، فانا مش هعوز، ان جسمي مش هيعوز انرجي ولا هيطلب من صرف الدهون، فبالتالي مش هعوز ان انا اكل كتير. اذا يبقى انا اعمل ايه؟ انزل تحت الغطا كده واسكت، لان كل ما انا اتحرك معدتي، طبعا في حاجات معينه لازم اعملها، بعد كده اسكت. طيب الانسان اللي هو يتحرك كتير وياكل هيتخن جدا، اذا لما اسكت معدتي مش هتطلب تاكل كتير، ولو كلت تاكل حاجه بسيطه عشان ما يحصلش قرحه، لان لو اتفرز اتش سي ال وما لقاش حاجه يهضمها يروح واكل طبقات المعده. يبقى في الحاله دي انا باكل عيش سن اللي هو فيه رده، يعني عشان اخد حاجه بسيطه في معدتي لحسن معدتي تفرز وما اتحركش، لان وانا بتحرك او وانا ببقى عصبيه معدتي بتدي اشارات للمخ انها جعانه تروح، فبنبقى واكلين لما انا اتنرفز بتدي اشاره للمخ ان انا جعانه اروح واكله تاني، على واكله اروح مرجع، ده سبب ان العصبي معدته بترجع. الميكانيكيه كده، ان هي المعده مليانه، وبعدين الانسان لما يتعصب يروح مدي اشارات للمعده كانها فاضيه، تدي اشارات للمخ، يروح المخ يقول للانسان ياكل، لما ياكل على هي مليانه يحصل عمليه ترجيع.